عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. وحشتوني جدا، أنا بقالي فترة أكتر من أسبوع ما ظهرتش معاكم ولا قدمت فيديوهات جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شاورما اللحمة، عملنا قبل كده شاورما الفراخ، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. المقادير والمكونات اللي معانا لشاورما اللحمة: أول حاجة التتبيلة، ده ربع كيلو شاورما. بصوا، ممكن تجيبوا لحمة الشاوي اللي هي اللحمة البفتيك أو الفيليه وتقطعوها شرايح رفيعة بالطريقة دي، ده ربع كيلو. هنحتاج عليه معلقتين كبار زبادي أو علبة زبادي حسب ما انت تحبي، وبهاراتي ملح وفلفل أسود وشطة وبهارات شاورما أو بهارات لحمة، معلقتين كبار خل ومعلقتين كبار زيت. دي التتبيلة اللي احنا بنعمل بيها الشاورما بتاعتنا، سواء شاورما اللحمة أو شاورما الفراخ. هنبدأ كده ونسمي. بسم الله، هنحط الزبدايه ونضربها كويس. دي زبدايه بلدي، انتوا لو عايزين تستعملوا زبادي مبستر ممكن براحتكم، انا هحط الزبدايه كلها. اتفقنا؟ لو عايزين تحطوا معلقتين زبادي بس ممكن تحطوا معلقتين. هضربها كويس. هضرب الزبدية كويس لحد ما تبقى ناعمة معايا، وبعدين هضيف عليها معلقتين الزيت ومعلقتين الخل ومعلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار خل وبهارات. انا ضربت الزبدية كويس زي ما انتم شايفين، هحط عليها معلقتين كبار خل، وبرده اهو، وهضرب كويس. وبعدين هنزل بمعلقتين كبار زيت بس كده، وهقلب والبهارات بتاعتي. هنزل بالبهارات، دي التتبيله. لازم بقى اللحمه او الفراخ بتاعتي اللي هعملها شاورما تقعد في التتبيله دي اقل حاجه ساعتين ثلاثه عشان تاخد من طعم التتبيله. اهي اللحمه بتاعتي. اتفقنا؟ لو ما عندكمش لحمه شاورما يعني مش بتتباع عندكم، ممكن تجيبوا لحمه بفتيك اللي هي الشرايح بتاعت الشاو او البفتيك وتقطعوها رفيع. هسيبها في التتبيلة دي لمدة ساعتين ثلاثة، او لو عايزين تبيتوها من بالليل يبقى احسن، وبعدين وانا بسويها هوريها لكم. طبعا هنحضر طماطم متقطعة وفلفل رومي متقطع وبصل متقطع. هسيب الشاورما بتاعتي كده في التتبيلة لمدة ساعتين ثلاثة. اهو يا حبايبي الشاورما بتاعتي بعد ما قعدتها في التتبيلة لمدة 4 ساعات، لازم نقعدها في التتبيلة اقل حاجة ساعتين ثلاثة عشان تاخد من طعم التتبيلة. وهنا مخرطة بصل وفلفل رومي وطماطم، لو عندكم فلفل رومي الوان هيبقى احلى. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الطاسة على النار، هنسخن الطاسة جدا، وبعد كده هننزل بالشاورما. مش هنحط ولا مادة دهنية في الطاسة بتاعتنا عشان احنا متبلين الشاورما حاطين فيها معلقتين كبار زيت. اهو يا حبايبي الطاسة بتاعتي سخنت خالص، هنزل الشاورما. لازم الطاسة تبقى سخنة. هسيب بقى الشاورما بتاعتي تنزل ميتها، وبعد ما تنزل المية هسيبها برضو تستوى في المية دي، يعني تشرب المية، تنزلها وتشربها. اهو يا حبايبي الشاورما بتاعتي بتنزل المية اللي فيها، هسيبها بقى لحد ما تنشف خالص من المية دي، وفي الاخر هنزل عليها الخضار بتاعي اللي هي الطماطم والفلفل الرومي والبصل. اهو يا حبايبي الشاورما بتاعتي نشفت خلاص وشربت المية اللي فيها كلها، انا ما ضفتلهاش ولا نقطة مية، هي نزلت من نفسها. دلوقتي هنزل بالخضار بتاعي،
طماطم، هديها تقليبه، انا مش هسوي الخضار بتاعي، انا يا دوبك هدبله بس مع الشاورما. الفلفل، والبصل، هديهم تقليبه بس مع الشاورما كده يدبل الخضار، وهطفي على الشاورما بتاعتي. خلاص الشاورما بتاعتي خلصت، ما خدتش 5 دقايق، انا يا دوبك دبلت الخضار بتاعي مع الشاورما واخد من طعم الشاورما. لو عجبتكم طريقة عمل شاورما اللحمة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.